قالش الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف الامرأة العزيز وما قالش زوجة العزيز؟ وشنو هو الفرق بين الزوجة والمرأة والصاحبة؟ نبدأ بالمرأة. لكن كاين علاقة جسدية بين الذكر والأنثى وما كاينش بيناتهم انسجام وتوافق فكري، هنا كتسمى امرأة. أما الزوجة إذا كان كاين علاقة جسدية ويتوافق معهم انسجام الفكري والتوافق هي المحبة، وكتسمى الأنثى هنايا الزوجة. ملي قال الله سبحانه وتعالى امرأة نوح وامرأة لوط وما قالش زوجة نوح أو زوجة لوط بسبب خلاف الدين اللي بيناتهم، هنايا زوج ديال الأنبياء مؤمنين والأنثى ديال كل واحد فيهم غير مؤمنة. أن الله سبحانه وتعالى سمى كل واحدة فيهم امرأة، ولكن شوفوا معايا المواضيع اللي استخدم فيها القرآن الكريم كلمة زوجة. الله سبحانه وتعالى على آدم والزوجة دياله وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ولكن علاش الله سبحانه وتعالى استخدم كلمة مرأة على لسان سيدنا زكريا وخا كاين توافق فكري وكاين انسجام بيناتهم؟ ملي قال الله سبحانه وتعالى لسان زكريا في كتابه وكانت امرأتي عاقرة، وانا السبب من المحتمل انه يكون خلل في العلاقة زكريا مع الزوجة ديالو بسبب موضوع ديال الانجاب، وانا اشك اهم من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى من يرزق بوالد وهو سيدنا يحيى اختلف التعبير القرآني. الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، سماها الله سبحانه وتعالى زوجه وليس امراه من اللي اصلح الخلل عدم الانجاب. نجيو لهنايا للصاحبه، كيقول القران الكريم على لفظ الصاحبه ملي كتقطع العلاقه الفكريه والجسديه بين الزوجين. على ذلك الشيء معظم مشاهد يوم القيامه استخدم فيها القران لفظ الصاحبه، قال تعالى وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لان العلاقه الجسديه والفكريه انقطعت بينتهم بسبب هو يوم القيامه. سبحان الله الذي أنزل هذا الكتاب والذي قال في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأثون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله يجعلنا ممن يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.